السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مكان اسمه اوتو سيلكشن بوكس فور لينكس اليمنت. زي ما احنا عارفين ممكن تعمل سيلكت على اي عناصر وتقول له اعمل لي سيكشن بوكس عليها، لكن لو وقف اللينك بيعمل السيلكشن او بيعمل السيكشن بوكس على الملف كله. فهنا لا، مجرد ان انت هتقول له ان انا عايز اعمل على الجزئية دي من اللينك، هيبدأ ان هو يختار الجزء ده ويعمل له سيكشن بوكس. بتدوس تاب عشان تختار الجزء اللي انت عايزه بدل ما تختار اللينك كله، وتيجي من هنا تقول له انا عايز اعمل سيكشن بوكس، فبيقول لك حدد بقى الحاجات اللي انت عايزها. فممكن تختار مثلا اعمده، كمرات، فلور، زي ما انت عايز. وتقول له فينيش، فهو بقى بيقول لك اختار الفيو، هتقول له 3D. اوكي، يبدأ فعلا يعملها بشكل دوت. فدي اداة فعلا احنا كنا محتاجين حاجة زي كده.